برا وبحرا يستفيق التنور التركي اليوناني رغم كل محاولات التهدئة الدولية المبذولة. تدريبات عسكرية تبدأها تركيا اليوم شرقي المتوسط لن تكون وحيدة هناك. اليونان أيضا سيجري تدريبات موازية على مدى 3 أيام سيحمل فيها المتوسط خطر مواجهة يحاول حلف الناتو إخمادها، فتركيا ستستخدم الذخيرة الحية في تدريباتها. تقول مصادر تركية إن الحدود المائية التي ستقيم فيها اليونان تدريباتها تتداخل مع المساحات البحرية التابعة لتركيا، تعد أنقرة ذلك تصعيدا للتوتر في البحر الدافئ. أمين عام حلف الناتو أكد من أنقرة التزام الحلف بالأمن التركي وإقرار آلية للتهدئة شرقي المتوسط. حلف شمال الأطلسي ملتزم بالأمن التركي. ناقشنا اليوم التوتر شرقي المتوسط وتوصلنا إلى إرساء آلية للتهدئة ولمنع أي صدامات أو اشتباكات مستقبلية في المنطقة. تم إقرار لجنة لتخفيف التوترات وتجنب حوادث محتملة، وذلك بعد محادثات بناءة بين تركيا واليونان في مقر حلف الناتو. لا تنوي التراجع تركيا، تتمسك بكل بوصة حق لها في مياه البحر الأبيض المتوسط، حتى وإن عادت سفينة يافوز للتنقيب عن الغاز من مهمتها فستعاود الإبحار في المتوسط قريبا. تركيا تمضي بعيدا في التمسك بحق التنقيب. تركيا سوف تواصل اتخاذ خطوات حازمة للدفاع عن حقوقها وحقوق قبائل الأتراك شرقي المتوسط، وقد قام حلف شمال الأطلسي بطرح مبادرة ونحن نؤكد أننا لا نريد وقوع أي حادث بين الحلفاء. لا تطيل أنقرة حيرة أمين عام حلف الناتو. يقول الرئيس التركي إن بلاده تدعم مبادرة الناتو للحد من الحوادث في المتوسط بين العناصر العسكرية التركية واليونانية، لكنها لن تتخلى عن رعاية حقوقها ومصالحها وتنتظر من بقية أعضاء الحلفاء إبداء الحساسية نفسها. ربما تلك روح رسالة لقاء أمين عام حلف الناتو مع رئيس الوزراء اليوناني وهو يسبح على موج خلاف تركي يوناني تبدو بعيدة مراسيه.